دي يعني. فقعدت استريحت والشاب بقى متردد الحقيقة يقول لي ازاي. وبعدين بعد تردد قال لي مش عارف انت هتتقبل اللي انا هقوله لك ازاي. يعني انا المفروض ارجعك على مصر في طيارة 19. فانا قلت له انا ممنوع الكويت. قال لي يبدو هذا. مين يا ابني؟ قال لي معرفش. انا عبد المأمور. وانا حكيت القصة دي. اتصلت بالناس اللي كانوا منتظرين خارج المطار اللي هم مستنيني يعني. فهم نفسهم فوجئوا. اللي هم منظمين الندوة فوجئوا. فقال طب استنى يعني يتصلوا بأي حد يعني. وبعدين اللي اتفهمته منهم انه كان فيه مشروع لسحب الثقة من الحكومة في البرلمان. بسبب زيارتك؟ لا. ده ملوش اي علاقة. له علاقة بإجراءات السياسة. فجات زيارتي علشان تدي لأعضاء البرلمان من المتطرفين يعني مجال لاستعراض قوتهم، والحكومة رضخت عشان تنقذ رقبتها من سحب الثقة. وتاني يوم كان سحب الثقة. تاني يوم النواب اللي كانوا عايزين يسحبوا الثقة من الحكومة ادوا الثقة للحكومة. النواب اللي كانوا ضد سحب الثقة رفضوا اعطاء، بس طبعا دي كانوا اقليه. فهي معركة يعني سياسية ابتزاز، يعني ابتزاز 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 رخيص خاضع له السياسي. طيب يعني ليه حضرتك يعني ليه ما منعت برضو؟ أنا بعد كده بقى كلام فارغ كتير بقى. يعني قيل مثلا انه الراجل ده يعني صادر ضده حكم في بلده، وانه احنا مش خوفنا عليه لحسن حد يعتدي عليه. ده احد الاقوال. طبعا الاقوال اللي هي بقى انه الراجل ده بيقول يعني وصل الامر انه رئيس عضو برلمان، ولا معناها انه عضو برلمان لا يقرأ. قال لانه الراجل ده بينكر وجود الله. متفهميش جابها منين دي الحقيقه. وانه بيقول ان القران ده زي شعر الصعاليك. ما تعرفيش برضه جابها منين. انما يعني ده عامله زي الفيلم، كان في فيلم كوميدي بيقول لك ده بيقول ديمقراطي، ده بيشتم ربنا. أيوة فاكر الفيلم. أيوة. ده كان فيلم مش فاكره كان مين، بس كان لا حلو. ما في نكت كتير كانوا زمان المصريين بيعملوها على ديمقراطي ديات وكذا. انما هي المشكله الحقيقيه يعني علشان ايه يعني لا 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 نرى القشه يعني في عين اخينا ولا نرى الخشبه في عيننا. الخشبه طالعه من هنا. يعني انا راجل في كل بلد اي حد عايز يعني يقول ضدي على طول يقول لك ده راجل في بلده صدر ضده حكم بالرد. يعني كل المتطرفين في كل انحاء العالم بيستخدموا هذه التكئه، وانا اخجل الحقيقه ان انا اقول لهم عيب. يعني عشان ابقى صريح وواضح يعني من هنا بدات المشكله. طب ليه ما تخجل؟ ليه بتخجل حضرتك انك تقول لهم اخجل؟ لان ده فعلا حقيقي. ايوه بس يعني اخجل اقول للراجل ده انت كذاب يعني؟ لا هذا حقيقي. الخجل هنا مش طب ما حاولتش بعد السنين دي كلها يا دكتور انه حضرتك يعني ترجع تاني تشيل عنك التهمه دي؟ ما اعرفش ازاي يعني، على الاقل بالقانون ترفع قضيه. رفعنا قضايا وعملنا قضايا. انت عارفه طبعا مسار القضيه انه رفضت الدعوه في المحكمه الابتدائيه. الاستئناف حكم، الناقد أيد الاستئناف. بعد النقد مفيش إلا ربنا. يعني مفيش إطار قانوني. صحيح صدر حكم بوقف تنفيذ الحكم. مالك. لكن طبعا أنت عارفة لما بيصدر حكم في مصلحة شخص بيطلع في الصفحات يعني المستخبية. طبعا. إنما يعني الحكم لو كده بيبقى فلما الناس تقول مالك إنه الراجل ده في بلده حصل كذا وكذا، هذه حقيقة يعني. ما تقدريش تقولي لهم أنتوا كذابين. يعني بدليل انه في السنوات السابقه راح مثلا ناس كتير برضه عليهم خلافات. يعني ناس دعوا في مثل هذه الفعاليه وعليهم خلافات، لكن ما فيش ضدهم احكام. يعني ده طبعا مشكله. كيف نتخلص من هذا الحكم؟ ده سؤال انا بوجهه للناس كلها. يعني ما لكن ما لا لا بقول خجلان هنا يعني ايه يعني. لما حد يقول لك بلدك عامله في كده هتقول له ايه؟ يعني ما طيب وما الذي حدث في نقابه الصحفيين بعدها؟
في نقابة الصحفيين اتصل بي الأستاذ محمد عبد القدوس و يعني عايزين نقول المفكر الإسلامي يعني أو الكاتب الإسلامي يعني وأنا الحقيقة أنا أصلا كنت يعني موقفي كان إنه أنا زاهد في أي يعني إيه أي ظهور إعلامي بخصوص هذا الموضوع. الموضوع في ذهني أتفه من إن أنا أعمل عليه قضية، خد بالك، يعني خاصة إن أنا عملت المحاضرة واتذاعت المحاضرة هناك. عملتها من هنا بالتليفون واخد بالك، وربما حضر عدد اكبر من اللي كانوا هيحضروا لو انا دخلت. هو ده كمان جزء من الغباء المتطرف، عملوا لك شهرة زيادة اكيد يعني. زي ما بيقول اكيد يعني فما كنتش الحقيقة عايز. انما الاستاذ محمد عبد القدوس يعني راجل يعني انا بحترمه طبعا، واخد بالك، واعرف مواقفه كويس قوي كامين لجنه الحريات في نقابه الصحفيين. صحيح. فوافقت لان محمد عبد القدوس مش نقابه الصحفيين، لان في مواقف لنقابه الصحفيين قبل كده، مش عايز ادخل في ايه في التفاصيل يعني. بعد ما وصلت ورحت ودخلنا، هو الاستاذ محمد عبد القدوس اللي حكى لي انهم رجعوا قالوا لا الراجل ده كان مفروض يقول محاضره السنه اللي فاتت واحنا رفضنا، وهذا صحيح سنه 2007 ومش ممكن نرفضه قبل كده وبعدين نقبله النهارده. كان الـ الـ النقيب استاذ مكرم محمد احمد كان مسافر، ما عرفوش يتصلوا بيه، وبالتالي كانوا عايزيننا نعمل الـ يعني الـ 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 المؤتمر على سلم النقابه. كان ايه موضوع المؤتمر؟ اللي هو التضامن المثقفين المصريين مع نصر حامد ابو زيد بسبب اللي حصل في الكويت. يعني هو كان ده الموضوع، ما فيش غيره يعني. والله بانك على سلم النقابه. لا ما عملناش على سلم النقابه، يعني وصلوا الى حل ان احنا نعمله في يمكن عشان استاذ محمد عبد القدوس في الصالون التحتاني من غير كراسي ولا حاجه. الحقيقه ادونا 7 كراسي لكن الصحفيين والاعلاميين كلهم كانوا واقفين. والله بانك، والاستاذ محمد عبد القدوس قال هذا الكلام، قالوا ناقدا لنقابه الصحفيين. والله بانك ده كمان يعني ايه، رجعت من الكويت زعلانين منك، جيت نقابه الصحفيين قالوا لك لا مش عايزينك يعني. انا طبعا المسائل دي كلها بالنسبه لي بقت مضحكه بجد يعني. لا حقيقي، لا مضحكه فعلا يعني. يعني اندلت على شيء. بتوجع يا دكتور؟ لا ما بتوجعني، اصل اللي حصل لي عمل عندي حصانه. الله يبارك. يعني انه احنا ما دخلناش، انا ما دخلتش وكنت واعي قوي وكنت واعي جدا بالمساله ديت، الا تدخل في دور الضحيه. اذا حسيت بنفسك ضحيه يبقى خصومك انتصروا عليك. يعني احمي نفسك من هذه المساله. وبعدين انا راجل بدرس وبشرف على طلبه مسلمين وبمارس عملي وبكتب كتبي وبتتنشر بالعربي وبالانجليزي في هولندا. في هولندا وهنا في العالم العربي. يعني بعد انا من 95. لا انا ليه قلت في هولندا بشكل خاص؟ لان هولندا معروفه ان ليها موقف فظيع ضد الاسلام. لا ده يمكن دي حاجه جديده يعني الاساءات الكتيره اللي طلعت ضد الاسلام. انا كان عندي دعوه من جامعه لايدن والله بالك من قبل الـ يعني ايه الحدوته دي كلها. دعوه استاذ زائر لعده سنوات، كان يا دوب الدعوه لسه مرفوعه، الكلام ده كان سنه 92 93. فانا قابلت الدعوه وقلت لهم الجامعه طب بس يعني ايه ادوني وقت لغايه ما تخلص هذه يعني الدوشه وانا اجي لكم. متوقعا زي كل المثقفين المصريين زي كل المصريين ان دي مساله يعني ما مش معقول هيصدر فيها حكم. يعني القانون المصري ما فيش فيه جريمه اسمها الرده اصلا يعني. والله بالك انما اللي حصل والله بالك. انا مش عايز اخش في تفاصيله لان تفاصيلها موجعه لحاجات كتير، مش هي يعني موجعه لحاجات كتير وانا مش عايز اخش فيها. والله بالك انا طبعا لساني فالت ولما كنت دلوقتي بحاول احكم لساني. ايوه والله بالك. فكان بعد بقى ما حصل اللي حصل والله بالك الناس قالوا تعالى بقى يعني. والله بالك وكنت في ذلك الوقت عضو في موسوعه القران، كنا لسه بنعد للموسوعه القرانيه. جامعه بريل اللي هي اصلا تبع جامعه لايدن، دار نشر بريل اللي هي كانت اصلا تبع جامعه لايدن، هي دار النشر المتخصصة في نشر الكتب عن الإسلام وعن الثقافة العربية والإسلامية في جميع اللغات. الثقافة الإسلامية في كل لغاتها يعني الفارسي والأردو والعربي إلى جانب طبعا الدراسات الإنجليزية. وهي نشرت الموسوعة الإسلامية الطبعة الأولى
والطبعه الثانيه خلصت ليها في 12 مجلد وبدات الطبعه الثالثه. يبقى لما يصلنا على كل سنكمل حوارنا حول هولندا، ولكن معنا على الهاتف الكاتب الصحفي سعد هجرس. استاذ سعد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ رولو. كيف ترى يعني كيف تقيم ما حدث للدكتور نصر حامد ابو زيد في نقابه الصحفيين؟ حضرتك كنت حاضر يوميها وهي نقابه الراي وتحت مظله لجنه الحريات. يعني اولا خليني الاول ارحب بالدكتور نصر حامد ابو زيد واقول له ان هو منور مصر. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الحاجه الثانيه انه افتقدناك النهارده في تأبين الشاعر الكبير محمد صالح. ما معلش، ولكن استمتعنا وابكيتنا بالورقه اللي انت بعتها نيابه عن وجودك. انت عارف محمد كان اخ عزيز و... طبعا طبعا، وفقده بالنسبه لي فقد طبعا كبير. لا انت بعت مرسيه يعني مؤثره جدا جدا ومهمه جدا جدا، فبأكرر يعني بقول لك انك انت منور مصر ونرجو انك انت ما تغيبش عننا. الحاجه الثانيه بالنسبه لسؤالك يا استاذ روح، بالنسبه لما حدث في نقابه الصحفيين فهو شيء مؤسف انه البعض الافراد في نقابه الصحفيين استغلوا غياب النقيب الاستاذ مكرم محمد احمد في الخارج واتخذوا هذا القرار السخيف لاسباب واهيه، ومنعوا وحاولوا منع عقد هذه الجلسه التضامنيه مع الدكتور نصر، وليها ابسط واجبات نقابه الصحفيين باعتبارها بيت الدفاع عن الحريات. وبعد اتصالات كثيره بذلها كثير من زملائنا تمكنا من الدخول، ولكن بشروط سخيفه ايضا انه ندخل من الباب ولكن الى الردحه فقط، وسمحوا لنا بسبع مقاعد. وانا كتبت الكلام ده في الصحف النهارده يعني، ويعني ورغم ذلك كان دفء الحاضرين اقوى من كل هذه السخافات، وعبر الحاضرين عن تضامنهم مع موقف الدكتور نصر حمد ابو زيد اللي هو مش بس ضد بعض المتطرفين في الكويت وانما ايضا ضد كثير من المتطرفين في مصر، زائد البيروقراطيين الذين سهلوا هذه المهمه للمتطرفين في البلدين. الحاجه الثانيه عشان بس يعني ارجو انكم تكونوا عرفتوا هذه المساله، موضوع الدكتور ناصر جزء من مسألة أكبر يا إخواني. يعني النهاردة اليوم لما يصدر حكم محكمة في مصر بتأييد تغريم الدكتور جابر عصفور 50,000 جنيه في قضية أيضا مرفوعة من أحد المشايخ، يبقى إذا في هذا البلد شيء غلط. ونفس هذا الشيء هو الذي تسبب قبل ذلك في الحكم الشاذ الذي صدر ضد الدكتور نصر حامد ابو زيد. هذا الحكم يصدر اليوم على الدكتور جابر عصفور، ومن يصدر ضد من يصدر هذا الحكم غدا. فاذا الموضوع ليس هو قضيه الدكتور نصر حامد ابو زيد ولا افكاره، وانما هناك تيار ظلامي يترصد لكل من يفكر في هذا البلد. هناك من يتربص بالعقل والعقلانية. هذه مسألة، هذا تربص بعقل مصر وضميرها، وهذا هو الخطر الأكبر. صحيح. بشكرك جدا أستاذ سعد هجرس الكاتب الصحفي. هل تعتقد بأن هناك من يتربص بهذه البلد كما يقول أستاذ سعد هجرس؟ في يعني في العالم العربي بشكل عام والله بالك تيار يعني تطرفي، مش بس في التيار في التطرف الديني، لما التطرف سمة عامة. كويس، لكنها بتبقى خطيرة قوي لما تستخدم الدين. لأن التطرف الاجتماعي تطرف كده ممكن القانون يتعامل معه، إنما التطرف الديني في قوانيننا العاجزة واللي هي عبارة عن غابة قوانين لا تستطيع أن تتعامل مع التطرف الديني، لأنه هيبقى نوع من المبالغة في التدين. كويس، دي طبعا في قضية يعني، ومجتمعاتنا بهذا الشكل في خطر، وفي خطر محقق. ما المسألة يعني لا تحتاج إلى برهان، اللي احنا بنشوفه حوالينا لا يحتاج إلى برهان. سوف نواصل حوارنا مع دكتور نصر حامد أبو زيد، ولكن بعد وقفة إعلانية قصيرة.
نواصل حوارنا مع دكتور نصر حامد ابو زيد. دكتور نصر، حضرتك بتحب قوي دكتور طه حسين صح؟ انا بحب كل المفكرين، يعني من اول المفكرين في العصور الاسلاميه القديمه، المعتزله وابن رشد والاشاعره. انا راجل بدرس التاريخ. لا انا قصدي يعني انا باخذهم من اول محمد عبده، وقبل حضرتك طه حسين، الشيخ امين الخولي، ثم الاجيال التاليه. طيب امين الخولي مش معروف كويس حقيقة. يعني انا ليه بتكلم على دكتور طه حسين؟ لان هو مثلا في ايامه اما ثارت الدنيا عشان كتابه الشعر الجاهلي، دكتور لطفي السيد وقف معاه وهدد بالاستقاله من الجامعه، وقال يعني كان هناك موقف. ايوه كان في ليبراليه، ليبراليه مقيده، انما كانت موجوده. انا الاتهام جاي من الجامعه، يعني طه حسين هوجم من خارج الجامعه وضمانك، والنائب العام في ذلك الوقت وضمانك راجل يعني عمل واجبه، قرا كتب طه حسين وقعد مع طه حسين واتكلم مع طه حسين وكتب تقرير. ايوه وهذا التقرير فخار وضمانك، وهذا التقرير ميز بين حاجتين مهمين جدا لغايه دلوقتي التمييز بينهم بقى يعني انتهى. ان احيانا اللغه العلميه احيانا قد تخدش الشعور الديني. ده عباره محمد نور. لكن ليس معنى ذلك انها لغه ضد الدين. وبالتالي بره طه حسين. في حالتي انا لا، المساله جت من جوه الجامعه. لانه كانت يعني ايه، انا بقول المجتمع النصف الليبرالي الناس تعرف تفكر فيه، انما المجتمع اللي 100% ديكتاتوري ما حدش يعرف يفكر فيه. أيوة. سواء الدكتوريه بتتم باسم الدين او باسم السياسه او باسم الفرق بين الموقفين كبير جدا جدا. قبل كده حصل موقف مع امين الخولي وتلميذه محمد احمد خلف الله. مواقف كتير يعني في تاريخ. أيوة. في تاريخ بينصب كله. طب على ليه الزمن غير الزمن، بمعنى المجتمع غير المجتمع؟ طب ما الذي حدث في المجتمع؟ يعني كان في روايه كتاب اظن الدكتور مصطفى محمود كنت ملحدا، ما حدش قام القيامه اما قال ان هو ملحد، يعني ده اعلنها صراحه. و لا تعرف برضه مصطفى محمود اكيد، بس ما وصلش لحد ان حد يجرجره على المحكمه ويطلب اصدار حكم عليه. أيوة. يعني يعني طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لمجتمعنا ان احنا ما بنقبلش بالراي الاخر؟ كل واحد حر في الاخر. لانه هذا المجتمع اللي كان يدوب بيتهجى يعني الف ب ديمقراطيه وحريه بعد ثورة 19 ودستور 23، كان المجتمع بيتهجم بيتفتح وكان مشروع بناء الوطن كان مشروع مشهود. كويس، حصل خلل في هذه البنية، حصل خلل لحساب يعني إصلاح اجتماعي وكذا وكذا وكذا، تم التضحية بالحريات والديمقراطية. طبعا غياب الحريات مشكلته أنه بيبدأ سياسيا وبعدين يروح داخل على الجامعة والتربية والأسرة وإلى آخره. كده عندنا الطفل بيربى على ألا يسأل. التعليم وما يقولش لأ، ما يقولش لأ، التعليم في جوهره سؤال ووجع دماغ. فركشة. أيوة. يعني إنما التعليم اللي بيقول للطالب اللي هو بيسمعه في الجامع واللي بيسمعه في التلفزيون ده مش تعليم الحقيقه. يعني التعليم هو ازاي انت تساعدي الطالب، تستفزي فكر الطالب علشان يتعود على التفكير. لا وبعدين حضرتك عندك برضو راي في تجديد الخطاب الديني، ولو انه مش عايزين قوي ندخل في حكايه لانه قيل في هذا الموضوع الكثير. للاسف الذين يعني في عدد كبير جدا من الموجودين في الجوامع خصوصا في القرى وفي المحافظات ممكن يدسوا افكار خاطئه ويقول لك في الاخر ما اصل هو شيخ الجامع هو اللي قال كده. شوف يا ستي، الخطاب غير الخطبه. لا طبعا يعني طبعا اكيد الخطبه الدينيه احد تجليات الخطاب، انما الخطاب هو الفكر. اكيد كويس اكيد، بس هو في الاخر كله منظومه واحده. اللي حصل يعني اول ما كان في دعوه لتجديد الخطاب الديني بعد 11 سبتمبر وبتاع، انا طبعا شمرت عن اكمامي وقتي جه ونشرت مقاله، انا طبعا ده شغلي ونشرت مقاله في الاهرام. بعد كده لقيت سيل المقالات. احد يعني رجال الازهر كتب 120 مقاله
تحت عنوان تجديد الخطاب الديني. وله عارف يعني ايه خطاب وذلك، وبيتكلم عن الخطبة يعني، وبعدين كلام وعظ. الوعظ حاجة والدراسة والبحث حاجة تانية. لأن الوعظ شيء مهم، أنا ما بقولش إنه مش شيء مهم، بس لابد يعتمد الوعظ على خطاب مؤسس بشكل عقلاني. طبعا إذا الوعظ ما بيعتمدش على ده بيبقى وعظ زي ما أنت بتشوفي بقى في الفضائيات ما تسمى بالفوضى. كويس. لقيت مقالات كلها وعظ، واخد بالك؟ فبعض المقالات ما كتبتش لأنه ده سيل عرم من الكلام اللي مش واعي يعني ايه كلمه خطاب ومالك، ويعني ماذا يعني تجديد الخطاب، وتجديده بدون نقد ما ينفعش. يعني كيف تجدد بلا نقد يعني؟ عشان تجدد اي حاجه لازم تنقدها، يعني نقدها يعني فحصها، ومالك مش يعني تهدها. يعني الفحص، النقد هو الفحص، بيان الاسس اللي بيقوم عليها هذا الفكر، وهل هذه الاسس يعني ما تزال مشروعة أم أنها أسس تنتمي للتاريخ وبالتالي أصبحت مشروعيتها تاريخية مثلا. إحنا ما عندناش ما عندناش فكر في 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 في, في إطار الخطاب الديني، ما عندناش تفكير يعني. ولازم هذا الكلام يتقال، وأنا عارف إنه هتتفتح علي نيران جهنم، واخد بالك؟ بس ليس هناك هو فكر، ونظامنا التعليمي كله ليس فيه دراسة للدين. كل مؤسسات التعليمية بتعلم الدين اللي هو بيتعلمه في الأسرة، بيتعلمه في الجامعة، واخد بالك؟ ما عندناش يعني ما يسمى تقاليد دراسة الأديان، ولا الأديان المقارنة، ولا يحزنون. عندنا الدراسات الإسلامية وعظ، دكتوراهات بتتعمل وعظ، واخد بال حضرتك؟ ده الخلل ده، واخد بالك، يؤدي إلى تراكم خطبة دينية مهترئة. طيب سوف يعني نتعرف على نظرتك كيف يجب أن يكون الخطاب الديني، بس برضو دون إسهاب. بس معنا دكتور محمد أبو الغار، الطبيب والمفكر ومؤسس حركة 9 مارس. دكتور محمد أبو الغار مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حركة كتبت مقالة مبارح أظن في المصري اليوم حول دكتور نصر حمد أبو زيد. وتشتر عليه. انا الحقيقه عاوز اسال سؤال محيرني للدكتور نصر. اتفضل. دكتور نصر في 95 تعرض لمشكله كبيره وقضيه وكان في راي عام مع الدكتور نصر، راي عام ضده، ومقالات ومناقشات من هنا هناك. لما نرجع للتاريخ بتاعنا في القرن العشرين نلاقي ان التقبل الاخر والتوليرانس كان عالي قوي. ما هو ده اللي كنت بقوله يا دكتور. وطه حسين ايه اللي حصل دلوقتي بقى؟ عاوز اعرف ايه السبب ان دلوقتي مفيش اي توليرانس، محدش قادر يستحمل التاني. ليه؟ التسامح، مفيش تسامح ديني. لا يعني ولا ايه اللي حصل في المجتمع؟ يعني الدكتور نصر عاوز يقول في رايه ايه التغير الفظيع اللي حصل في المجتمع من بدايه القرن ثم للسبعينات للتسعينات ثم دلوقتي. ايه اللي حصل لنا؟ بشكرك يا دكتور. ايه اللي حصل لنا؟ باختصار شديد جدا زمانك، انا بسميه تجريف العقل وتجريف الثقافه، زي تجريف الاراضي الزراعيه وتجريف الدين، زي تجريف الاراضي الزراعيه. تجريف الاراضي الزراعيه انك انت بتشيل الخصوبه من الارض الزراعيه عشان تبنيها. بالظبط. زمانك فالارض الزراعيه تفقد خصوبتها. كويس. الفكر الديني ما دام ارتبط بالسياسه زمانك، واصبح يعني تحول الدين الى وقود في عربه السياسه، يعني ده ببساطه شديد. وعشان الدين يبقى وقود في عربه السياسه، مش بس الجماعات الدينيه اللي بتلعب اللعبه، وانما ايضا الحكومات بتلعب نفس اللعبه. يعني لانه بقى فيه دلوقتي نوع من المنافسه على مين المتدين اكتر. كويس. ده عمل تجريف للتدين، بمعنى ان التدين بيقوم على عناصر ثلاثه: الدين، الفكر الديني، التدين. الدين لا يمكن له ان يتجلى في شكل فكري. يعني الفكر هو اللي بيدي للدين صورته اللي على اساسها الناس بتتدين. الفكر الديني وصل يعني مرحله تكلس منذ بدايه القرن الثالث عشر. كان في مرحله احياء في بدايه في اخر القرن 19 واوائل القرن العشرين. وديت ما عاشتش فتره طويله. ولذلك انت عندك تضخم في التدين، تضخم في التدين الشعائري الشكلي،
وفقر في البعد الروحي والاخلاقي. المظهري يعني. وفقر في البعد الروحي والاخلاقي، ده اللي انا بسميه التجريد. حصل بقى زي ما قلت قبل كده بغياب الحريات بمصادره يعني ما لازم نعترف ان مجتمعنا مجتمع لا تكفي الحريه المتاحه فيه ربع مفكر. بس يا دكتور انا حاسه برضو يعني حضرتك لو رجعنا لهولندا مثلا، التطرف دلوقتي بقى في العالم كله، يعني في يهود متطرفين، طبعاً في مسيحيين متطرفين كله. يعني التطرف بقى سمه عالميه مش بس في عالمنا العربي. لا عندنا عندنا أشد. عندنا أشد، لانه احنا عندنا نسبه المحرمات بتتزايد في المجتمعات اللي هي فيها في متطرفين طبعا، انما ما هماش المجتمع. ونسبه المحرمات بتقل. يعني كنا انا كنت في نقاش من حوالي سنه تقريبا في ندوه عامه، وقلت له ان في كل ثقافه فيها محرماتها، فيها الخطوط الحمراء، وطبعا المثال اللي احنا بنضربه باستمرار الخطوط الحمراء حول مناقشه الهولوكوست مثلا، يعني مثلا ادب المانيا لو جبت سيره الهولوكوست ممكن ايوه تتحبس. فرد عليا الزميل المشارك ليا الهولندي بعباره مقنعه، قال لي احنا قال لي كل ثقافه فيها محرمات، بس احنا نسبه محرمات عندنا بنحاول نقللها على قد ما تقدر، نسبه محرمات عندكم بتتزايد. وهذا صحيح. مشكلتنا ايه؟ ان الحكومات ما تقدرش يعني تقفل على حد بيشتم في الاسلام او بيشتم في المسلم. حريه الراي ده شيء مقدس في هذه المجتمعات. كويس؟ واحنا بنتصور ان الحكومات تقدر تتدخل وتقفل جرنان، لان احنا متعودين على كده. متعودين الحكومه تقفل جرنان، الحكومه تقبض على واحد، الحكومه ما تخليش واحد ينشر، لا. يعني دي مجتمعات اصبح فيها حريه الراي والتفكير يعني ايه مساله مقدسه. الحكومات لا توافق. يعني الناس كلها مش عارفه ان الحكومه السويسريه ما وافقتش، يعني مش عاجبها اللي حصل واخد بالك في موضوع المآذن، انما ديت الاجراءات الاجراءات ورغبه الشعب. فاحنا بنقول التطرف وجد، ووجد لاسباب موجوده في العالم كله. طبعا التطرف ضد الاسلام اتوجب بعد 11 سبتمبر. اصبح ملموس جدا جدا. لا يمكن كان موجود بس اصبح ملموس. لا كان موجود على مستوى يعني 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 في 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 الفكر. لا اصبح يعني من الممكن الجهر به، لانه بقى في سبب يسمح بالجهر به. يمكن قبل كده كان بس بيتم النظر باستهجان مثلا لاي علامه او بس ما كانش حد بيتكلم. بعد كده بقى في اجراءات يقول لك ما اصل ده ارهابي. لا يعني الـ 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 العلاقة الملتبسة جدا جدا بين العالم الإسلامي وبين العالم الغربي والعالم الأوروبي، دي علاقة هي نفسها محتاجة دراسة. طبعا وما ينفعش فيها ايه الكلام كده، الانطباعات دي لأنها مرت بمراحل. صحيح. من أول القرن الثامن، لأن المجتمعات دي هي مش منفصلة عن بعضها زي ما احنا متخيلين. من أول القرن الثامن يعني الإمبراطورية الإسلامية الأموية أو العباسية قامت على يعني على حساب الامبراطوريه البيزنطيه والاندلس يعني طبعا. فلابد ان احنا ننظر الى هذه العلاقه في اشتباكها كويس، وما نلعبش باعتبارنا ضحايا. طبعا ده خطر جدا جدا طبعا، يعني حضاريا وثقافيا طبعا. بس احنا عشنا دلوقتي كتير في موقف لانه في التطرف والارهاب طلع من عندنا من هنا. يعني ما اتعملش في الغرب، طلع من هنا واخد بالك، طلع من هنا، والشواهد كثيره جدا جدا. هو اللي حصل انه تخلصت الحكومات العربيه من ارهابيين عشان يروحوا افغانستان واخد بالك يخلصوا منه كويس، وامريكا رحبت بيهم علشان يخلصوهم من امريكي إيه؟ طبعا كل ده الناس عامله دراسات عليه. يعني ده كلام الغربي، يعني المفكرين الغربيين عاملين دراسات. صحيح. عاملين دراسات عليه. ما كل اسامه بن لادن صناعه امريكيه، تحول الارهاب الى ظاهره عالميه كويس، انما طلع منين اصلا؟ اصلا من بلدنا العزيزه. يعني 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 اسامه بن لادن ولا حاجه في القاعده يعني يعني بصرف النظر واخد بالك، انما لازم نبقى عندنا نوع من الصدق في تحليل الظاهره واخد بالك. والصدق نعم مش عشان انت تقولي مين اللي غلطان ومين اللي غلطان، لا، تحليل الظواهر يحتاج الى هذه الدراسه. في هولندا مثلا ولا بتقدري تردي على هؤلاء المتطرفين. يعني لو المسلمين اللي في هولندا عندهم الامكانيه انهم يردوا على هؤلاء المتطرفين، عندهم كل الامكانيات الاعلاميه انهم يردوا على هؤلاء المتطرفين، وقد بدا المسلمين في هولندا يتعلموا هذا الدرس.
يعني بعد حكايه فيلدرز والفيلم اللي عمله وما اعرفش ايه، لا المسلمين ما عملوش لا مظاهره ولا قاموا حرقوا حاجه ولا يحزنون، رفعوا دعوه كويس وبيردوا من خلال اجهزه الاعلام. فيلدر يعني راجل غلبان، راجل جاهل يعني، لكن في بتغذيه بعض الاكاديميين يعني، وانا اعرف مين بيغذيه واخد بالك يعني، لان انا عايش هناك بقالي 15 سنه بالزبط. فعارف الايه، عارف الخبايا يعني. الى اي حد هذا الخطاب المتطرف بيكسب ارض على سياسيه؟ ده التحدي الحقيقي، لانه برضه فشل الحكومات في المجتمعات الغربيه بيعمل نفس المشكله. معانا دكتور جابر عصفور على التليفون، رئيس المركز القومي للترجمه والنشر. دكتور جابر مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، واهلا وسهلا بضيفك العزيز. اهلا بيك يا دكتور جابر، ومعلش بقى الحكم تعقيب حضرتك على الحكم اللي صدر النهارده. والله ولا حاجه ولا يعني حاجة. انا شخصيا لم اندهش كثيرا لانه ما حدث لي حدث لغيري. انا عديت كده فلقيت ان انا العاشر في الذين صدرت ضدهم هذه الاحكام خلال سنه ونصف. العاشر؟ العاشر، قبلي ابراهيم ابو سعده وجمال الغيطان ومحمد شعري من اخبار اليوم واحمد عبد المعطي حجازي، والقائمه طويله. وانا شخصيا لم يعد عندي اندهاش، لكن يبقى السؤال، نحن عاده كنا متعودين على الاحتماء بالقضاء وان القضاء كان سندنا في كفاله حريه التفكير، فكيف يحدث اننا في سنه 2009 أو في نهايتها يعني يصدر ضدي حكم لمجرد أنني استخدمت صفة متطرف في وصف موقف أحد المشايخ؟ على ماذا استند الحكم يا دكتور؟ هو ده يعني على إيه؟ يعني قال إيه؟ لأنه حيثيات الحكم، يعني حيثيات الحكم سنحصل عليها غدا باكر إن شاء الله. وسوف نتولى عن طريق القانونيين تفنيدها واللجوء الى محكمة النقد، يعني لن اسكت. انما مبدئيا حتى اخر لحظة طبعا مبدئيا لابد ان نقوم بتنفيذ الحكم. لان الحكم رفض دعوى الاستئناف يعني تنفيذ الحكم من الناحية المالية، ويبقى بعد تنفيذ الحكم ان نلجأ الى محكمة النقد. والمسألة الان في تقديري ليست مسألة فلوس او نقود انما هي مسألة ماذا حدث لحرية الفكر في مصر. طب يا دكتور، يعني 10 أحكام في سنة ونص، تفسر ده بإيه؟ أفسر إن هناك خلل ما، وإنه لابد أن يراجع القضاء المستنيرين موقف القضاء بوجه عام، يعني لابد أن يأتي حركة من داخل القضاء أنفسهم، يعني كيف يستقيم عقلا أن توجد هاني الجبالي ومجموعة من القضاة المستنيرين وهناك قضاة آخرين يصدروا مثل هذه الأحكام. طبعا من الناحية القانونية لا يجوز التعليق على الحكم، لكن أنا رأيي منطقيا أنه ضروري التعليق على الحكم، لأنه ولماذا ألجأ إلى محكمة النقد؟ سألجأ إلى محكمة النقد لأن هذا الحكم أشعر أنه ظالم وأنه منحاز ضد حرية التفكير. يعني أنا قصتي طريفة. اولا انا كنت اكتب مقالا ادافع فيه عن الشاعر احمد عبد المعطي حجازي لانه صدر ضده حكم بغرامة 20,000 جنيه ووصل الامر الى الحجز على بيته. ايوه، فقلت ان وصمة عار ان يحجز على بيت اكبر شاعر في مصر. وكتبت المقال بعنوان ايها المثقفون اتحدوا. وتعرضت للذي يعني سعى الى ان يصدر هذا الحكم. فيبدو أن الذي سعى أن يصدر ضد أحمد حجازي هذا الحكم وضد غيره استاء مما كتبت، فرفع جنحة ضدي في المحكمة، محكمة الجنح. فأصدرت المحكمة حكما ابتدائيا، استأنفنا هذا الحكم الابتدائي وقلنا أملنا في الاستئناف. لكن ها هو حكم الاستئناف جاء مخيبا لأملنا، وذنبنا الأساسي أننا ندافع عن حرية الفكر وعن أخلاق وقيم ومبادئ الدولة المدنية في مصر، ويبدو أن الدولة المدنية في مصر أصبحت مهددة بالفعل. وأنا لا أرى أن هذا الحكم موجه لشخص ولا أشخاص،
وإنما موجه ضد ثقافة المجتمع المدني بالدرجة الأولى. هل تريد أن تقول؟ آه طبعا أنا عايز أقول أنه يعني أنه حكاية عدم التعليق على أحكام القضاء يعني مسألة يعني مزعجة، كما لو كان القاضي إله يعني. دكتور جابر حيك معانا صح؟ يعني وانه يطلع كثير من رجال القانون يعني ده حصل مثلا في الحكم يقولوا الحكم عنوان الحقيقه. فلازم تسال اي حقيقه. يعني اي حقيقه للحكم، هل هي الحقيقه المطلقه؟ هي الحقيقه الدينيه؟ هي الحقيقه الثقافيه؟ هي الحقيقه الاجتماعيه؟ لا، مساله انه القاضي مقدس. لا طبعا، القاضي بشر يعني. واللي حاصل دلوقتي ان احنا عندنا غابه من القوانين. غابه من القوانين تسمح لاي محامي انه يعمل قضيه ويعمل قضيه ضدها في نفس الوقت. يعني وينجح في القضيتين، ثغرات يعني في القانون. طبعا. هل لديك تعقيب دكتور جابر؟ لا، عندي يعني مجرد اضافه لما قاله اخي الدكتور نصر، انه مساله الحكم عنوان الحقيقه ينقضها النظام القضائي نفسه، لان لو كان الحكم عنوان الحقيقه بشكل هو المقصود به ما يقال، ما كان هناك محكمة استئناف لكي تعتبر على حكم المحكمة الابتدائية، وما كان هناك محكمة النقد لنلجأ إليها اعتراضا على حكم محكمة الاستئناف وهكذا. هذا معناه شيء بسيط جدا، أن الحكم ليس عنوانا للحقيقة على هذا النحو الذي يفسر به، وإلا ما كان هناك سلطة المشرع في أن يجعلنا نعترض على الحكم بحكم الآخر بواسطة درجة أعلى في التقاضي. بشكرك جدا دكتور جابر عصفور رئيس المركز القومي للترجمة والنشر. لك موقف أيضا تحب الحديث عن الخطاب الديني، وتحب الحديث عن وضع المرأة أيضا. إن ده جزء من 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 إشكاليات الخطاب الديني. بالضبط. يعني وضع المرأة، لأنه الخطاب الديني الراهن يعني بياخد كل مواقفه ضد المرأة من مجال واحد، وهو مجال الفقه. ومجال الفقه في كتاباته المتأخرة كمان. يعني مش في كتاباته الأصلية أو المصادر الأصلية. لا، في الكتابات المتأخرة. أنا في رأيي إنه القرآن عمل يعني أعطى كثير من أو أعاد كثير من الحقوق للمرأة. هذه حقوق لم تكن تتمتع بها المرأة قبل الإسلام، كويس. وإنه فيه مستوى في القرآن أنا بسميه عالم القرآن الأعلى، اللي هو المساواة الكاملة بين البشر. كويس. وإن يعني حضرتك برضو، أنا أسفة، في الفاصل كنت بتقول لي إن القرآن الكريم أما كان بيتكلم عن مثلا السيدة حواء وآدم كان بيجمع بينهما يعني. إنما الإسرائيليات أو التوراة هي التي جعلت المرأة هي المسؤولة الأولى عن الخطيئة. كل هذا أدمج في كتب التفسير، وتم استيراد هذه الأفكار، أدمج في كتب التفسير. يعني كل ده أدمج من وقت مبكر جدا في كتب التفسير. الوضع اللي القرآن أعطاه للمرأة، الفقه بشكل أو بآخر عمل له يعني نوع من التخفيض. ليه؟ لانه وضع المرأة كان كده في المجتمعات. يعني ما نقدرش الحقيقة نلوم الفقهاء الكلاسيكيين، كويس، في القرن العاشر وال11 وال12 وال13، لان وضع المرأة لم يتحسن في العالم الا في القرن 19. بس في ايام الرسول عليه الصلاة والسلام وضع المرأة كان جامد. انا قصدي هنا ايه، لماذا لم يحول الفقه الاشارات الهامة جدا في القرآن والى مستوى اعلى؟ لماذا يعني خذها في مستوى منخفض؟ لأنه ركز قوي على الاجتماعي. زي ايه؟ خذ بالك، زي ايه؟ لو اديت عقد الزواج، محمد عبده اللي قال الكلام ده، عقد الزواج. محمد عبده بيقول لي كده، وانا هنا هقول محمد عبده بالظبط. بيقول ال- 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 العقد الزواج عقد يمتلك به الرجل وبيضع المرأة. عقد ملكية. ايوه. وعقد بينصب على يعني هذا الجزء الجنسي. محمد عبده بيقول بقى، شوف بقى يعني عقد الزواج في كتاب الله، والذي جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا، وجعل بينكم موده ورحمه. محمد عبده بقى من بدري جدا بيقول لك اختار بقى، تاخد التعريف الالهي ولا تاخد تعريف الفقهاء. كويس. كل يعني معظم القياسات الفقهيه اللي بتتعامل مع العلاقه برجل المرأة بيبقى عقد البيع والشراء فيها هو النموذج. القياس بيحصل على هذا النموذج،
وده كلام قاله ابن رشد خد بالك. قال لا ده ورفض هذا القياس. قال عقد الزواج ده بيع وشراء، انما عقد عقد البيع ده بيع وشراء خد بالك، دفع ثمن السلعه. أيوة. لكن عقد الزواج محبه طبعا، موده ورحمه. ربنا يعني لا لا يصح ان يقاس هذا العقد على هذا العقد. كل بقى ما يقال عن ان تعدد الزوجات حق، في ناس بتدافع عن تعدد الزوجات، في ناس بتدافع رغم ان القرآن قال يعني ولن تعدلوا، وكلمه ولن تعدلوا يا دي يا سيدتي لو احنا بنقرا القرآن كويس وبنعرف ان هذا كان يعني حل لمشكله مؤقته، وان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يسمح لعلي ان يتزوج على فاطمه. صحيح. حد يقول لنا ان الرسول كان بيخالف القرآن يعني؟ حد يطلع كده يقول لنا واخد بالك ان الرسول كان بيخالف القرآن؟ هيطلع يقول لك لا الرسول له خصوصيات. لا بس ده علي. كويس. بالزبط. الامر الثاني انه وقرن في بيوتكن. والخلاف هل هي خاصه بنساء النبي ولا خاصه بالمسلمات؟ السيده عائشه خرجت في حرب. مظبوط. حد يقول لنا السيده عائشه خالفت القرآن؟ حد يجد الشجاعه كده ويقول يعني ايه؟ لان هذا الخطاب الديني لا علاقه له بالتاريخ. التاريخ عنده ملغي. التاريخ كله ملوث. واخد بالك ومتصور انه بيعود للقران في صفائه الاول. لا لا سياق بيراعى فيه ولا نمط الخطاب بيراعى فيه ولا اي حاجه، وبالتالي كل اللي احنا فيه ده ناتج عن اعتماد على مصادر فقهيه متاخره. وحضرتك برضو ليك راي في موضوع الحجاب. طبعا انا ما انا 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 يعني ايه، انا بدافع عن الحجاب وبدافع عن النقاب في اوروبا لان ده حقوق الانسان. يعني ده اصلها لان في حاجه هناك اسمها حقوق الانسان. كويس. انما انه يعني ايه اللي خلى الحجاب فريضه؟ فريضه حضرتك شايفه اختيار بس أنا وليس شايفه اختيار فريضة. وحتى لو حد بيتسند على القران فيه فلا يصل الى مرتبه الفريضه. واخد بالك؟ انما في سياق معين، في سياق معين، وانا رصدت هذا السياق كويس، في سياق لما الحكومه الفرنسيه عملت اللي عملته هنا كانوا واقعين بين مشكلتين، انهم يدوا الحكومه الفرنسيه مبرر فقالوا لازم المراه المسلمه اللي عايشه في فرنسا تطوع الحكومه. ده الفتاوى اللي طلعت من هنا. أيوة. انما المراه بقى المسلمه ده فرض، بدون ما يدرك ان المراه المسلمه في تركيا الحكومه التركيه ما بت صحيح. والحكومه في تونس ما المزعج فيه تحوله الى فرض والفروض معروفه. يعني ده طبعا مزعج جدا جدا جدا. وهنا دلوقتي دخلنا في النقاب. كويس. هل هو عباده ولا عاده؟ كويس. وفي طبعا لانه المساله هنا يعني ان تصور ان شعر المراه ده عوره، الشريعه شريعه الله لم تاتي لمجتمع من الشواذ، شريعه الله جايه للناس الاصحاء نفسيا. اذا حد بشعر المراه بالنسبه له ده يخش مستشفى امراض عقليه او يتعالج. وقتنا خلص دكتور نصر، بس عندي سؤال. بعد كل الصراعات دي يعني حياتك مش سهله، بتبص لها ازاي؟ لا مش سهله. مش سهله بس تستحق. اذا احنا اذا 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 حد بيحلم يعني في حوار اخير سئلت يعني بيسالوه تحب تقول الوصيه ايه؟ يا ليه كده؟ الاربانه ديك الساحه. لا ده, ده ده سؤال. فانا قلت يعني ايه، انا مش هعمل وصيه للعالم. انا هعمل وصيه لاسرتي. هقول يكتبوا يعني هذا رجل مات وهو يحلم. بماذا؟ بمستقبل أحسن، بمجتمع أفضل، وبمجتمع أفضل، وبإنسان أفضل. إنسان دي عبد الرحمن الأبنودي. الإنسان المبتسم. إحنا عندنا الإنسان بقى مكشر طول. ده حقيقي. يعني ده حقيقي. الإنسان المبتسم. وإنه اللي بيشتغل في الفكر إذا ما كانش طول الوقت بيحب المستقبل. وهذه القضايا العويصه لازم نخوض فيها يعني، ولن اكف عن الخوض فيها. واخد بالك؟ يعني لا يضر الشاة يعني ايه جلدها بعد ذبحها يعني. يعني دكتور نصر حامد ابو زيد، اسمح لي احلم معاك. اهلا وسهلا. بشكرك جدا على هذا الحوار. الف شكر. مشاهدينا الاعزاء، حلقتنا النهارده خلصت، اشوفكم بكره، الى اللقاء.